السلام عليكم متتبعين ديال قناة زي سيتي للطبخ، عشر مبروكة مرة أخرى. كنتمنى أنكم تكونوا دوزتوا هذه الأجواء إن شاء الله ديال رمضان على خير وبخير مع اللمة العائلية. وبهذه المناسبة كنقدموا لكم طبق اللي هو خفيف وبسيط وسهل التحضير، هو السردين في الفران. كنحتاجوا السردين كما هو منقي، كنحيدوا له داك السلسل ديالو، كنخليوه على هذا الشكل هذا. كايا كنحتاجوا الملحه، قزبر معدنوس طبيعه الحال ديال الشرموله، الحامض، شويه ديال الابزار، كمون، التحميره، وهذه الاضافه اللي رحنا غادي نضيفوها لهذا السردين اننا غادي نديروا بطاطا محكوكه مع الشرموله، كيجي كتعطيه واحد اللذات اكثر. واضافه اخرى الزعتر والسميده الرقيقه. على بركه الله غادي نبداو. بالنسبه للشرموله ها هي محضرينها. بالنسبه للشرموله درنا قزبر ومعدنوس كما هو معروف، كيتغسل مزيان وكيتقطع، وكنديروا معاه الثومه شوي، وكنديروا معاه الحامض، كنعصروا معاه الحامض، وكنديروا معاه شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه على حسب الذوق. الحامض هو من الاحسن، كيجي مزيان مع الحوت. وكنضيفوا له شويه ديال الزيت، هي من الاحسن تكون زيت بلديه، زيت الحره من الاحسن، كتواتى مع السردين. وكنضيفوا عليها بطاطا محكوكة بالطريقة هذه، كنخلطوا العناصر كاملة. واللي بغى يدير الحرور مثلا السودانية الحارة يقدر يديرها. دابا كنبداو على بركة الله، كنبداو نديروا الشرمولة هنايا، كنكونوا موجدين هاد اصلا كنكونوا موجدين هاد اللاطه هادي، دايرينها في بابي، دايرين فيها مدهنينها الزبده، وكنديروا لها بابي سيرفوليزي، هادي اللي كندخلوها للفران. كنعمروا بين السردينه والسردين هكايا، كنعمروه بهاد الحشوه هادي، كنستفوه في ديك اللاطه اللي كندخلوها للفران. بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. كنكملوا العدد الكامل، كنديروا هذا الزعتر ها هو منقي، كنديروه هنايا مع هذا الشرمولة اللي بقات. كنكملوا بالطريقه هذه كامله. ودابا كنضيفوا غير شويه ديال هذا السميده الرقيقه، كتعطيه واحد القرمشه زوينه بزاف. ودابا كنعاودو نغطيوه من الفوق ببابي الومنيوم وكندخلوه للفران تقريبا واحد ربع ساعه على ما كيوجد. من بعد ما وجدها هو كما كتشوفوا السردين ديالنا كيجي مقرمش وناشف، مناشف من الزيت. مهم كنت ديكوريوه بالشكل اللي عجبكم، كتجي خفيف، كيجي خفيف بزاف وسهل في التحضير كما قلت لكم. وممكن انكم تزيدوه حتى هو كطبق، تنوعوا به الطبله ديالكم. كنزينوه بهذا الشكل هكا، ودابا كما كتشوفوه حنا وجدنا الطبق ديالنا بهذه الطريقه ديال التزيين، وكل واحد عنده طريقته باش يزين. وكنتمنى انه يعجبكم، ولنا لقاء في حلقه جديده ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم.
you.